هارد لك طبعا خساره النادي الاهلي في النص النهائي في بطوله السوبر جلوب قدام ماكبرج الالماني بنتيجه 36 28، وان كانت طبعا يعني نتيجه منطقيه، احنا بنتكلم يا جماعه على بطل المانيا وبطل اوروبا وحامل اللقب يعني، وبالتالي بس انا بشوف انه البطوله دي فيها مكاسب كتيره جدا للنادي الاهلي، واعتقد انه الجيل ده من الشباب اثبت انه كره اليد في النادي الاهلي على الطريق الصحيح، وخصوصا كمان مع الاعلان عن ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد اللي تم تقديمه النهارده، واحد طبعا من اكبر الاسماء على مستوى العالم، مدرب مصنف وعنده مشوار اكتر من رائع وهيتولى المسؤوليه، فتقدر تراهن بشكل كبير جدا على السكواد اللي احنا شفناه، وخصوصا ان احنا لعبنا البطوله دي او المباراه دي تحديدا في غياب 4 لاعبين مهمين جدا بسبب الاصابه، فاعتقد باذن الله انه القادم افضل، وما زالت احلامنا في البطوله ما انتهتش، يعني انت ان شاء الله باذن الله هتلعب على ثالث ورابع برونزيه العالم، امل جديد وكبير جدا مهم جدا، وان شاء الله نقدر نحققه في بطوله السوبر جلوب. النهارده الاهلي قدم بشكل رسمي مدربه الجديد ديفيد ديفيز الاسباني اللي هيتولى مسؤوليه المدير الفني للفريق الاول لكره اليد في النادي الاهلي، وراجل حقيقه اتكلم في حاجات كتيره جدا، وجه شكر للكابتن محمود الخطيب. تعالوا نشوف بسرعه جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع عليكم في السادسه. صباح الخير. اوكي، ام ديفيد ديفيز اوف كورس ذا نيو كوتش. One week ago I just signed the contract with Captain Khaled. And I'm really excited. I just want to start. I'm really, really happy to be back in Cairo and to be part of this big club, Al Ahly. السلام عليكم، زي ما قال صباح الخير. بيقول انا ديفيد المدرب الجديد للهاندبول في النادي الاهلي. زي ما سمعتم من كابتن خالد، انا لسه موقع العقد، لسه موقع فتره بسيطه العقد مع النادي الاهلي، وخلاص انا متشوق جدا ان ابدا مهمتي كمدير فني النادي الاهلي. انا اعلم حجم النادي الاهلي في مصر، وانا سعيد اني ابدا الشغل معه. Okay, of course I want to say thank you, shukran, our captain Bibo, because of course he support the handball in Egypt and in the world, and to bring me here, of course, is not easy. But yes, of course, thank you so much. And of course, as I said, Captain Khaled yesterday night at 12, he was telling me that our fans were really excited that I came here, of course, to give the maximum, to have the maximum of the team, of the players, and to bring Al Ahly in the top, of course. طبعا انا اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، طبعا دعمه الكبير للهاندبول، هو شخصيه عارفينها في العالم كله، وهو كان ليه دور كبير ان جابني هنا. وبشكر طبعا كابتن خالد العوضي اللي قعدنا لغايه الساعه 12 بالليل في كلام متفاوض، هو عرفني قيمه جماهير النادي الاهلي، وان النادي الاهلي منتظره كتير، وان شاء الله مع بعض ممكن نحقق انجازات كويسه. And of course, Captain Muktagi, that he called me and he convinced me. He told me the vision, the philosophy of the club right now for these days, for the next maybe 10, 20 years. That was really clever, really clear, and I really like it. Thank you for the call. He's the one of the members that he called me, and this was really important to me also to make the final decision. باشمهندس خالد مرتضى كان ليه دور كبير، اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه الوضع ايه والاستراتيجي بتاعت النادي، سياسه النادي يمكن ل 10 20 سنه قدام احنا بنشتغل ازاي، وفهمني قيمه النادي، وكان ليه دور كبير. طبعا انا سعيد اني بتواصل معاه، ومهم جدا اتواصل مع شخصيه مهمه زيه، هبتسهل لي التفاوض، تسهل لي التعاقد مع النادي. بس هو عايز اقول حاجه، اول ما وصل مصر امبارح طلب اساسي ليه ان هو لازم يتعلم عربي. هو من حبه في البلد ومن حبه في النادي ومن حبه في كل حاجه، هو طلب مني رسميا ان هو يتعلم عربي عشان يقدر يتواصل مع الفانز، ويقدر يتواصل مع الناس باسلوب قريب، بدل ما يقدر يتكلم معاهم بانجليزي وفي ناس بتفهم معاه وناس ما بتفهموش يعني. فبس حبيت اقول لكم المعلومه، زي ما بيقولوا الناس قالت لي طلباته كلها مجابه علشان نحقق الانجازات ان شاء الله في كل الالعاب الرياضيه. اتمنى السنه دي تكون سنه خيره على النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله صدقوني هنوصل لمرحله كويسه. بس يعني بطلب منكم الصبر شويه على المواضيع، لان المواضيع عندنا بتكون كتيره جدا. احب اشكركم جدا جدا. ده كان جزء من المؤتمر الصحفي اللي تم تقديم فيه المدير الفني الجديد لفريق الهاندبول ديفيد ديفيز الاسباني، وطبعا دي كانت كلمه كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، والحقيقه هاخد منها لانه انا بشوف كمان انه التوقيت اللي الراجل جه فيه، والاهلي بيلعب سوبر جلوب والاهلي بيتفوق على فريق زي بنفيكا، توري الراجل المدير الفني يعني هو بالتاكيد دارس وعارف وذاكر الاهلي كويس جدا، وهو كان شغال هنا في مصر قبل كده فعارف قيمه الاهلي، لكن وجوده في التوقيت ده والاهلي بيشارك في بطوله سوبر جلوب مهم جدا، فوز الاهلي ووصوله للمربع الذهبي
مهم جدا، وبالتالي يقدر يبني. انا بشوف ان الفوارق بسيطه جدا واغلبها مش مرتبط بالناحيه الفنيه او البدنيه او المهاريه. احنا ينقصنا، وده عموما في كل الرياضات في مصر، لعبتنا وفي الرياضات المختلفه خصوصا الجماعيه منها، التركيز في تفاصيل صغيره كده لو اشتغلنا عليها تفرق معانا كتير، وكانت فرقت معانا. يعني انا كنت بتابع الماتش النهارده لغايه قبل ما اطلع على الهواء على طول، يعني في تركات صغيره كده بتحصل تفرق معانا كتير قوي. لكن بالتوفيق ان شاء الله باذن الله، والهاند بول تكون مصدر فرحه لكل جماهير نادي الاهلي. فاصل ونرجع لحضراتكم.